هاي بطولة الأندية العربية اللي هي أصعب بطولة. نادر رشيد الوحيد اللي اشترك بالنادي وكلها منتخبات، جبنا الأول. هذا عدنان درجال كابتن الفريق. أنا علاقتي بعدنان علاقة على مدى طويل، أنا بنتكلم ويا عدنان بحكم علاقتي وياه زميل، نخاطب رعد بحكم علاقتي وياه زميل إلي. اليوم يتهجمون على عدنان ويتهجمون على رعد، لا ما أسمح. هذول أبطال مونديالين، من أنت تتهجم عليهم؟ من هم الإعلام اللي بهالوقت اللي قاعدين لي يعني مناطق موبوءة وبعيدة ويومية يسقط بعدنان ويسقطون برعد ويسقطون بفلان ويسقطون. يا أخي أجيال تاريخ العراق هاي احترموها. ماكو ناس استلمت منصب وأساءت لتاريخها بصراحة. يعني منصب وين؟ خلاني أقرب لك الصورة. رعد حمودي تحياتنا. نعم. إلى هذا التاريخ الحافل. نعم. كلاعب منتخب وطني حارس. وين باللجنة الأولمبية؟ أنصف من؟ صح. كرياضيين أنصفكم؟ هذا كلامك منطق. أجاوبك بحسك. تفضل. أكو مثل يقول الما يعرف الصقر يشويه. حلو. حلو؟ لو كان عندنا قانون ودولة وسلاح غير منفلت راح تعرفون قيمة رعد حمودي. عجيب. هاي الرسالة وديتها. تعرفون قيمة رعد حمودي. بس الوضعية مو تمام. ينكتل؟ طبعا يكتلوا. ليش هو ما ضرب بيته طلقات؟ لو ما تدري. لا ادري. باكر يكتلوا. ما حد يحمي. هيش صارت حتى الرياضة صارت فيها اسلحة وموت وقتل. مدرب دا ينفرض. مدرب وين ما تي دا ينفرض. انا تابع لفلان. انت الاتحاد السابق اسان مو طلعت عليهم مظاهرات؟ طبعا كلهم اصدقائي واخوتي. ملتقاي بيهم وهذا طلعت على تصحيح. انت تدري العمايم كانت بالاتحاد شنو؟ عم طاب الحسينية مو الاتحاد. هذا شيخ فلان، هذا شيخ فلان، والمسدسات والاس. هسه هاي انا كذب بيها. اتصل من يمك باي رياضي، قل له كان اكو هيك بالاتحاد. ليش ما خاف يونس عبد علي من هذه الاحداث والسلاح غير المنفلت ورعد حمود تقول لو ما السلاح كان شفناه؟ يونس انا قارن بين نجمي. أها. ليش؟ يونس بوسط هاي الناس والناس اللي وياي تحميني. رعد رجال جاي ضيف ببلده، اليوم رعد عائلته مو هنا، ما حد إله. فرجال قاعد لوحده وده يتهدد بالسلاح. هسه أنا اللي دي يهددني مو موجود حتى يشوف ايش وراي. أوان هسه ايش قالوا لك رئيس وزير الشباب رئيس اللجنة الأولمبية؟ زلمة ماخذ طريق وجايب طريق. حتى الرياضة لغيتها من حياتي. اللي يتهدد وما يقدر يسوي شيء يا كابتن يونس. ايه؟ يطلع لو يبقى بط وطيها الواحد لفو لا طيها النجم ثاني. وين النجم الثاني؟ خليه يجي يرشح بكرة.